السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة خمسة. النهاردة إن شاء الله عندنا بورت 2، الجزء الثاني من حل امتحانات المعاصر. إحنا في كل جزء بنحل خمس امتحانات، فالنهاردة إن شاء الله هنحل خمس امتحانات. مطلوب إيه من البطل حبيب قلبي؟ مطلوب إنه يكبر الصورة ويعلي الجودة علشان يشوف الكلام واضح. يعني في ناس بتقولي إحنا ما بنشوفش الكلام واضح، فالأمر بسيط جدا، بس علي الجودة عندك على آخر حاجة هتلاقي الكلام واضح جدا. لو دي اول مره تشوفني حبيبي فانا هكون مبسوط جدا لو انت اشتركت في القناه، ولو لقيت الجرس متاح انك تفعل الجرس فياريت تفعل الجرس علشان يوصلك بعد كده اشعار باي فيديو جديد انا بقدمه ليك. ممكن تكون شريك معايا ان انا وانت ننشر الفيديو ده لاكبر عدد من الناس، وده من خلال انك تعمل لايك للفيديو. يلا بينا يا ابطال نبدا مع بعض فيديو النهارده. طيب، اول سؤال عندي دايما بيكون سؤال استماع، فنص الاستماع بيقول We arrived in Luxor on Monday. طيب، هو من اولها كده لو انا بصيت على الجملة، يعني انا سمعت كده وبصيت على اول جملة لمحتها فلقيتها بتقولي We arrived in Luxor on Sunday، فيعني نعمل فولس كده بالمرة، مش Sunday مش الحد، ده هو الراجل سائل Monday. نكمل نص الاستماع. There is so much to see here. We visited some museums and the theater. زرنا متاحف ومسرح. And we had amazing tours. وكان في جولات بقى مذهلة. It's really fun. But it's very busy city and crowded. طيب، we visited some beaches. زرنا بعض الشواطئ. أنا ما جبتش سيرة beaches خالص. يبقى الكلام ده برضو false. We had amazing tours. كان في جولات مثيرة وجميلة. الكلام ده ترو. نص الاستماع التاني يفضل ان انا اقرأ الجمل الاول قبل ما اسمع. We can learn about buildings from ancient. احنا ممكن نتعلم عن المباني from ancient ايه ترى. Monuments الاثار were built بنيت to important people. Paintings الرسومات or on ايه or on papyrus. طيب، نص الاستماع بيقولي We can learn about buildings from ancient monuments. We can learn about buildings from ancient monuments. Active monuments. لازم طبعا أكون حافظ. Okay. Monuments are structures that were built. هما الأثار دي عبارة عن أبنية بنيت to لكي celebrate important people. لكي تحتفل بالناس المهمة. To celebrate important people. اكتب هنا celebrate. Paintings are on walls or on papyrus. They show scenes of daily life. يبقى paintings are on walls. اكتب walls. حوائط. كده الاستماع، شكرا. نيجي نكمل. بالنسبة تشوز بيقول لي يا ترى ايه went to the jungle to do some research on animals. راح الأدغال علشان يقوم ببعض البحث على الحيوانات. هل الاركيتكت، هل الكوك، هل الفارمر، هل الساينتست؟ اللي هيعمل أبحاث على الحيوانات ده العالم، ده ساينتست. My cousin ابن عمي ايه التوثيك. طيب، هو ابن عمي مفرد خلاص مستحيل have، يبقى هقول has. My uncle, my cousin has، لأن has مع أصحاب الاس he وشي وإت وأي اسم مفرد. يا ترى the A is an elephant's long nose. الأنف الطويلة بتاعة الفيل اسمها trunk، اللي هي زلومة الفيل. trunk لها معنى تاني، جذع شجرة. Don't A your phone in the classroom. Don't يجي بعدها فعل في المصدر. Don't use، لا تستخدم. الماتشنج هنا بيقول لي خالد is an active worker. خالد عامل نشيط، يبقى he works hard، هو يعمل بجد. A diary entry. Okay. A diary entry اللي هي الجزء اللي من اليوميات او الصفحة اللي من اليوميات. is a piece of writing، هي كتاب او قطعة من in a diary من اليوميات. هنا too.
سيكاو بقرة البحر is the dugong's nickname, هو لقب الدوغينج. I have a cut, أنا عندي جرح on my arm, في دراعي. طبعا احنا المفروض سؤال زي ده زي ما قلت لك قبل كده بنقرأ العمودين الأول وبعد كده حبيبي بنحل. القطعة بتقول لي one day, ذات يوم, a villager wanted to sell his beans in the market. كان في راجل قروي عاوز يبيع الفول في السوق, but he couldn't walk far, بس ما كانش قادر يمشي. His camel gabby said, الجمل بتاعه قال له give me the sacks of beans, اديني بس اكياس القمح, I will take them to the market for you, انا هاخدهم السوق علشانك. Gabby walked along the road, he turned left and then right and then left again, عمل يتلفت. Soon Gabby didn't recognize the road. Gabby لم يتعرف على الطريق. خلي بالك هو هيسأل في recognize, واخد تحتها خط. الكلمة اللي بياخد تحتها خط يا بيسأل يا في المينينج في المعنى يا في الأوبوزيت في العكس. هو لم هنا recognize يعني يتعرف, لم يتعرف على الطريق. Gabby saw a strange looking bird. المهم انه شاف طائر يعني شكله غريب. It's an ibis, هو طائر ابو منجل. But Gabby didn't ask for help, Gabby ما طلبش المساعدة منه. Gabby didn't know that the ibis could fly high above the land, هو ما يعرفش ان ابو منجل ده يقدر يطير, and tell him the way, ويقول له الطريق. بعد كده Gabby saw a snake, Gabby شاف ثعبان. But he didn't ask the snake for help, برضو ما طلبش من الثعبان المساعدة. Gabby didn't know that the snake, هو ما يعرفش ان الثعبان, went to the market every day, كان بيروح السوق كل يوم, and could tell him the way, ويقدر يقوله الطريق. The main idea of the text is about, الفكرة الأساسية للنص اللي قريناه عن Gabby who, Gabby اللي طبعا got lost. Gabby اللي ضل الطريق, مش ate grass, مش flew away, مش felt hungry. كلمة recognize سأل في meaning بقى, means تعني. احنا قلنا recognize يتعرف على, هل هي fly؟ لا. run؟ لا. read؟ لا. know؟ يعرف. طيب what did the villager want to sell, هو القروي عاوز يبيع ايه؟ طبعا he wanted to sell his beans, he wanted to sell his beans in the market, عاوز يبيع الفول في السوق. يبقى هنا number 3, وقلت لك قبل كده انت بتعملش كده, انت بتكتب الجملة كاملة. he wanted to sell his beans. how many animals did Gabby see, هو بص هو في النص بتاعنا 3, كان ibis وكان snake وكان جربوة. طب في القطعة اللي جاية 2, اللي هو الايبس وسنيك. طب انا ماشيها على ايه؟ على القطعة اللي جاية لي. انا بشتغل على القطعة اللي معايا. Okay, two animals. He saw two animals. ايه ده, هو ينفع اقول على جابي هي؟ تخيل ليه ليه ليه؟ مش المفروض ان اقول عليه ات. شخصيات القصة اللي تتكلم تعامل معاملة العقل وممكن تقول عليها هي عادي. Okay, طيب. حتى قال لك tell him, tell him. okay, طيب تعال للترتيب. kangaroos do, where, live, the, where, أداة استفهام فعل مساعد. where do kangaroos, أو where do the kangaroos live, where do the kangaroos live, أين يعيش أو تعيش حيوانات الكنغر. where do the kangaroos live. job like what you would to do, هتبقى what job, ما الوظيفة, دي أداة الاستفهام what job. بعد كده would الفعل المساعد بتاعي والفاعل you, would you, وكمل would you like to do, what job would you like to do. by plane to is traveling he England, يبقى he is traveling, هو يسافر, بيسافر فين؟ to England, لإنجلترا. إزاي؟ by plane, he is traveling to England by plane. slept, نام. the ancient Egyptians, mats, on, read, the ancient Egyptians, قدماء المصريين, مالهم, slept, ناموا. on, على, read, mats, على حصير. البنكتويشن هنا بيقولي we flow to Alexandria on Monday. طيب الدبليو كابيتال معمول, هنيجي هنا ونعمل الـ A كابيتال Alexandria. Monday هعمل الـ M كابيتال, وهاجي الفلستوب موجودة خلاص.
يبقى الاي بتاعت الكسندريا لان اول حرف في المدن كابيتال، والام بتاعت مونداي تمام لان اول حرف في الايام كابيتال. هو جايب لي فاكت فايل وبيقول لي اكتب 40 كلمه على فيموس بليس، مكان مشهور. فالفيموس ده يكون، الفيموس بليس ده يكون في تورست اتراكشنز، مواقع جذب زي انترناشونال بارك، اثيم بارك، حديقه دوليه، حديقه ملاهي، اند شوبينج مولز، ومراكز تسوق. Where can you find the most delicious food and drink؟ طيب اجمل بقى اكل وشرب تلاقيه فين؟ ان نيو عالمين. هو بيتكلم على نيو عالمين، فانا هقول له نيو عالمين is a famous city، مدينة مشهورة. I like، انا احب going there، الذهاب الى هناك. There are، يوجد many tourist attractions. Many tourist attractions يعني مواقع جذب سياحي كتير هناك. Like مثل the international park، الحديقة الدولية، the international park، the theme park، حديقة الملاهي، and و many shopping malls، ومراكز تسوق كتير. طيب we can find مثلا delicious food، ممكن نلاقي طعام لذيذ، and drink أو drinks ومشروبات. طب أنا هلاقي الطعام والمشروبات at the restaurants في المطاعم in new عالمين، في مدينة العالمين الجديدة. ده بالنسبة للباراجراف. وتعالى يا بطل ننتقل للامتحان التاني. الامتحان السابع نص استماع بيقول scientists، العلماء know that some types of honey، عارفين ان بعض انواع العسل contain things، تحتوي على اشياء that can help to kill bacteria. It helps wounds، بيساعد الجروح to heal more quickly. The honey that doctors use، العسل الاطباء بيستخدموه، is a special honey، وعسل خاص. Only that is safe to use as a treatment، آمن فقط انه يستخدم كعلاج. So if you have a jar of honey in your cupboard، لو عندك برطمان عسل في الدولاب بتاعك، you can mix it with milk، ممكن تخلطه باللبن، to make your cough better، عشان تخلي الكحة بتاعتك افضل. You don't put it on your cut knee، بس ما ينفعش تحطه على ركبتك المجروحة، هو مش مرهم يعني. طيب some types of honey can kill bacteria. Oh true. The honey that doctors use، العسل الاطباء بيستخدموه، is special، وعسل خاص. Oh true. You can mix honey with oil، انت ممكن تخلط العسل بالزيت، to make your cough better، لا مش بالزيت وباللبن. False. فنص الاستماع التاني، we are talking a lot about unusual animals at school. We looked at animals، احنا نظرنا لحيوانات، from around the world، من كل حتة في العالم، and some from Egypt. My favorite unusual animal from Egypt is the dugong، الحيوان المفضل بتاعي الغريب هو الدوغونج. I think it's it has got a lovely friendly face، هو عنده وجه ودود جميل، and it's very cute. Its nickname is the sea cow. It spends many hours eating grass from the seabed every day. We're talking a lot about animals، احنا بنتكلم كتير دلوقتي عن الحيوانات طبعا الـ unusual زي ما سمعتها unusual. My favorite unusual animal from Egypt، حيواني الغير عادي ذا طبعا is the dugong. Its nickname، اللقب بتاعه is the sea cow، بقرة البحر.
الاختيارات the ancient Egyptians قدماء المصريين يا ترى used ايه يا ترى to make bricks عشان يعملوا الطوب طبعا used mud she had a cut هي عندها جرح so she put a A on her arm فحطت ايه على دراعها طبعا bandage اللي عنده جرح بيحط bandage ضماده I'm a vacation طبعا I'm on vacation in Alexandria for 4 days it's a great ايه يا ترى to visit the museum tomorrow انها طبعا عندك صفة great يبقى هيجي اسم يبقى انها فكرة thought فكرة عادية خالص it's a great thought انها فكرة عظيمة زي idea كده to visit the museum tomorrow هنيجي للماتشنج هنا بقولي a stream طبعا stream اللي هو النهر الصغير is like a river حاجة زي النهر but smaller بس صغيرة I'm having a party انا اقضي حفلة okay او هعمل حفلة on طبعا on my birthday في عيد ميلادي We go to my aunt's house. نذهب لبيت عمتي. طبعا we go to my aunt's house at the beach عند الشاطئ every summer. She couldn't take the bus. هي ما قدرتش تاخد الأتوبيس. So لذلك she had to اضطرت إنها walk تمشي. ويلا نبص مع بعض على القطعة. القطعة بقى بتقول Today is Friday النهاردة الجمعة It's a holiday هو holiday أجازة طيب هو هيسألك في holiday خلي بالك It's a holiday for all people هو أجازة كل الناس except my mom ما عدا مامتي يا ليه بقى It's a busy day هو بيكون يوم مزدحم بالنسبة لها She stays home هي بتقعد في البيت And does a lot of activities وبتقوم بكثير من الأنشطة We help her واحنا بنساعدها She cleans up our apartment بتنظف الشقة She gives my father a grocery list بتدي بابا قائمة مشتريات He goes to the supermarket وبابا بيروح السوبرماركت to buy groceries My sister chops vegetables أختي بقى بتقطع الخضار and slices fruit وبتقطع الفاكهة شرايح I feed the birds أنا أطعم الطيور We have lunch at home بنتغدى في البيت in the evening وفي المساء we watch TV بنتفرج على التلفزيون بدأ يقول لي كلمة holiday اللي تحتها خط means معناها هي holiday معناها ايه groceries ولا sport ولا vacation ولا activities لا طبعا 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 holiday vacation اجازة عطلة the family ايه in the evening الاسرة بتعمل ايه في المساء طبعا watch TV What does the father do on Friday? هو الأب بيعمل إيه يوم الجمعة؟ طبعاً بيروح السوبر ماركت فأنا هجيبها له من هنا. He goes to the supermarket to buy groceries. هنا الإجابة لنمبر 3. والبطل حبيبي عارف إن إحنا بنكتب. إحنا بنكتب. Okay. ما بنعملش كده. هنكتب في النقط. Okay. Number 4 بيقول لي summarize لخص. The text النص كله in one sentence. في جملة. Okay. طبعا النص كله اللي هو احنا بنعمل ايه بقى يوم الجمعة وكل واحد فينا بيعمل ايه يوم الجمعة okay. فانا اقوله مثلا we نحن do نقوم او نفعل we do a lot of activities بكثير من الانشطة on Friday يوم الجمعة بنعمل أنشطة كتير يوم الجمعة ممكن أقوله We aren't free on Friday إحنا مش فاضيين يوم الجمعة طيب هنيجي للترتيب هنقرأ الجملة متلخبطة الأول Should some you do everyday exercise يبقى you should do يجب أن تقوم أقوم بإيه Some exercise ببعض التمارين وآخر حاجة ظرف الزمان Everyday كل يوم Is matter what the يبقى what is the matter ما الأمر Wind little a breeze is a breeze النسيم is بيكون بتكون ايه يا نسيم A little wind رياح رقيقة خفيفة كده Homes unusual think of what you do هتبقى what do you think of what do you think of ما رأيك فيه Okay, unusual homes, البيوت الغريبة. إيه رأيك فيها? What do you think of unusual homes? هنيجي هنا بيقول لي yesterday was the best day ever. امبارح كان أحلى يوم. L-Y capital. وهنعمل في الآخر full stop. أنا ما بسألش. والكلام اللي هنا كله كلام عادي.
برضو staying healthy اداني fact file طلب مني 40 كلمة. What healthy things do you do؟ ايه الحاجات الصحية اللي انت بتعملها؟ eating healthy foods، اكل طعام صحي، getting enough sleep، الحصول على نوم كافي. Why is water important for our body؟ ليه المية مهمة لجسمنا؟ It keeps your body working well، بتخلي جسمنا يعمل جيدا. طيب هنبدأ بجملتنا العامة It's important to stay healthy. أسيب ثلاث حروف وأبدأ. It's important to stay healthy. طيب من المهم أن تبقى صحيا. تمام. بعد كده هقول له to keep healthy لكي تحافظ على نفسك صحيا you should eat يجب أن تأكل healthy foods طعام صحي like مثل fruits الفاكهة and vegetables مثل الفاكهة والخضار You should also يجب أيضا يا ترى يجب أيضا إيه get أن تحصل على enough sleep نوم كافي okay you should also get enough sleep يجب أيضا أن تحصل على نوم كافي طيب you أنت should يجب أن drink أن تشرب much water مية كتير you should drink much water تشرب مية كتير بعد كده قول الجملة دي water keeps your body working well water المية water keeps بتجعل your body جسمك okay working يعمل well يعمل بشكل جيد ده بالنسبة طبعا well المفروض هنا يعني okay ده بالنسبة للبراجراف على staying healthy البقاء صحيا بتنساش سكرين شوت لي احتفظ بيه عندك ويلا يا بطل نبص مع بعض على تيست 8 الامتحان الثامن طيب نص الاستماع بيقول once ذات مرة there was a very big old tree كان في شجرة كبيرة جدا in a hot dry land في أرض حارة جافة It had lived for many years. الشجرة دي بقالها سنين كتير. Its trunk was very wide. الجذع بتاعها واسع. And it had many green branches. ولها فروع خضراء. It was famous. كانت مشهورة. Because it was the only tree where it lived. هي الشجرة الوحيدة في المكان اللي هي عايشة فيه. And it gave shelter and rest. وكانت بتعطي مأوى واستراحة to hundreds of travelers. لمئات المسافرين. As they moved across the country. وهم بينتقلوا في الدولة. طيب there was a very big old tree in a hot dry land كان في شجرة كبيرة في أرض جافة حر كلام ده true the tree hadn't lived ما عاشتش for many years لسنين كتير false its trunk الجذع بتاعها was very wide كان عريض قوي واسع جدا true طيب يا ترى مازن is feeling a bit ايه يا ترى طيب مازن wants to be at the aim طيب مازن and مروان will go to الأزهر ايه طيب تعال نشوف كده هو الحوار بين مروان ومازن فمروان بيقول هاي هاو ار يو مازن ازيك يا مازن فمازن قال له I'm feeling a bit low مازن is feeling a bit low متضايق قليلا I want to be at the beach يبقى مازن wants to be at the beach السؤال هيخلص واحنا لسه في الأول فمروان قال له let's find something else to do let's go to الأزهر بارك يلا نروح الأزهر بارك I don't know but it sounds interesting قال له I think that it's a fantastic place it has a lot of trees and cool green grass we can enjoy our day there هنستمتع هناك قال له okay great idea يبقى مازن and مروان will go to الأزهر بارك ونكتب البي كابيتال ليه بقى لانك بتتكلم في مكان مشهور تعال على تشوز my uncle عمي is a he likes to design unusual buildings بيحب يصمم بيوت غير عاديه يبقى الراجل ده architect مهندس معماري my sister was a when she saw howler monkeys
اختي كانت الى ما شافت قرود العواء شي didnt like them ما حبتهمش، مش حابه القرود دي، يبقى هي كانت frightened، اكيد ما كانتش happy مبسوطه. Two of my friends، اتنين من صحابي، ايه headache، خلي بالك اتنين من صحابي جمع، والجمع ياخد have، احنا قلنا المفرد has ولكن الجمع have. He was a after he lost the match، هو كان ايه بعد ما خسر المباراة، طبعا كان متضايق. يعني متضايق يعني annoyed. طيب annoying، annoying مزعج، لا هو متضايق annoyed. I couldn't read، تعال نوصل، وبافتراض ان احنا قرينا العمودين او قرينا الجملة دي والعمود ده. I couldn't read when I was two، انا ما كنتش بعرف اقرأ لما كان عندي سنتين. عمر speaks politely، عمر يتحدث بأدب. He is a polite speaker، هو متحدث مؤدب. You need a passport، انت محتاج جواز سفر to travel، علشان تسافر to a different country. Why do you love Alexandria؟ حتى why أداة استفهام، فهكملها ب why، أداة استفهام هتتوصل بجملة سؤال آخرها علامة استفهام. Why do you love Alexandria؟ انت ليه بتحب اسكندرية؟ القطعة بتقول today، النهاردة، was the best day ever، أحلى يوم على الإطلاق. I love anything to do with history، أنا بحب أي حاجة لها علاقة بالتاريخ. I always go to the museum، أنا دايما بروح المتحف. So today was a special day، فالنهاردة يوم مميز for me، بالنسبة لي. The bus ride، رحلة الأتوبيس، wasn't too bad، يعني مكانتش وحشة قوي. It only took an hour، هي خدت بس ساعة to reach our destination، وكلمة reach يصل، reach يعني يصل. I listened to music on the way، أنا سمعت موسيقى في الطريق. And the time went quite quickly، والوقت عدى بسرعة. When we arrived، لما وصلنا، we had the chance to wander، كانت جت لنا فرصة كده نتجول. Through the streets، وسط الشوارع. And several people، وناس كتير. Both traditional Jordanian handcrafts، اشتروا بقى حرف أردنية تقليدية. From the stalls، من الأكشاك. I bought a lovely colorful rug، أنا اشتريت كده يعني سجادة صغيرة ملونة. صالح our tour guide was very kind، كان طيب جدا. And took it to the bus، وخدها للأتوبيس for me، علشاني. So that I didn't have to carry it around، علشان ما شيلش الراج رايحة جاية بيها. That was lucky، وده كانت حاجة يعني لحسن حظي. Because I spent hours، لأن أنا قضيت ساعات in the museum، في المتحف. يبقى صالح was a kind tour guide. وكلمة reach means معناها طبعا reach يصل، يبقى هي بالضبط get to. get to يعني يصل، لكن look for يبحث عن، pick up look after لا. What did several people do؟ هما الناس العديدة عملوا ايه؟ Several people bought traditional Jordanian handcrafts from the stalls. يبقى هنا number three. طيب what did the writer buy؟ هو الكاتب اشترى ايه؟ Okay. She bought a lovely colorful rug. A lovely colorful rug. مش هي سجادة صغيرة ملونة. طيب نيجي على الترتيب. Fed some، we fish the penguins. We fed، أطعمنا the penguins، أطعمنا البطاريق، إحنا هنأكلهم إيه؟ some fish، بعض السمك. فما تقوليش بقى we fed fish some the penguins، غلط من كل ناحية. We fed، أطعمنا the penguins، البطاريق، some fish. Your homework، forget، shouldn't you to do. You shouldn't، طب أنا shouldn't إيه؟ أنا لا يجب إيه؟ You shouldn't forget، لا يجب أن تنسى. You shouldn't forget to do، لا يجب أن تنسى أن تفعل your homework، واجبك. You shouldn't forget to do your homework. Like، do، which، trail، nature، you، which، nature، trail، أي ضرب طبيعي من دول do you like، تحبه. Which nature trail do you like؟ Bowl، from، the cat، hungrily، ate، the cat، القطة، ate، أكلت، hungrily، أكلت بجوع. From، من، the bowl، من السلطانية. The cat ate hungrily from the bowl. طب أنا لو قلت the cat ate from the bowl hungrily مش غلط، تمام؟
طيب تعالى punctuation بيقول لي ال أزهر park is a fantastic place. أول حرف أنا متعود يكون capital letter, الإي موجودة والبي موجودة capital لأن أنا بتكلم في مكان مشهور. في الآخر بس هعمل في الستوب لأن أنا ما بسألش, أنا بقول حديقة الأزهر مكان رائع. تعالى نعمل paragraph أو نعمل blog على a school trip to Alexandria. okay, رحلة مدرسية للإسكندرية. متعود في البلوج ان انا هبدأ بالتاريخ, والتاريخ بيكون اسم اليوم, رقم اليوم, اسم الشهر. يعني مثلا Monday واعمل كما واقول له 7th مثلا March, Monday 7th March. اوكي يوم الاثنين السابع من مارس, وعنواني هنا تحت برضو تحت الايه تحت التاريخ اكتب العنوان A school trip to Alexandria. كل حاجة هنا في الجنب كي ما تعملش حاجة في النص. بعد كده اتكلم بقى friends قولوا I went, انا ذهبت to الى Alexandria الى اسكندرية with my friends مع صحابي. Okay. We went on the trip, طلعنا الرحلة by school bus, أوتوبيس المدرسة. Okay. طيب بعد كده هتقول له I was very excited. أنا كنت متحمس جدا زي هناك. We went, ذهبنا to the beach, إلى الشاطئ. We had lots of fun. Okay, قضينا الكثير من المتعة. We were very happy. وفي كلام كتير قوي يتقال موضوع اسكندرية, انت عارف بقى اللايبراري, الساتدال, القلعة, السوبر ماركت والشوبينج, حاجات والريستورانتس, المطاعم, حاجات كتيرة جدا تتقال على اسكندرية. طيب تعالى يا سكر يا جميل نبص مع بعض على تيست 9. نص الاستماع بيقول I had a lovely day yesterday. I traveled to Alexandria with my mom to see my aunt. رحت مع ماما عشان نشوف خالتي. We went by train. When we arrived, we rushed straight to my aunt's house. انطلقنا بسرعة, دفعنا على بيت عمتي أول ما وصلنا. She gave us a delicious lunch. قدمت لنا بقى غدا لذيذ. After lunch, my aunt took us to the Corniche. بعد كده خدتنا للكورنيش. The sea was really beautiful. والبحر كان جميل جدا. طيب I had a lovely day in Alexandria. أنا قضيت يوما جميلا في الإسكندرية. Oh, true. I traveled with my mom to see my uncle. أنا رحت مع ماما علشان نشوف عمي. لا هو كان aunt. False. My aunt gave us a delicious dinner. هي أدتنا عشاء لذيذ. لا هو كان lunch مش dinner. نص الاستماع التاني. علي is إيه يا ترى for a restaurant. The restaurant is called, والمطعم يسمى the A. Tariq knows where the A is. طيب تعالى كده نشوف. علي بيقول excuse me, can you help me? فطارق قال له yes of course. What are you looking for? قال له I'm looking for a restaurant. يبقى علي is looking for, يعني يبحث عن. I'm looking for a restaurant called the Nile. يبقى the restaurant is called the Nile. المطعم يسمى النيل. فطارق قال له oh yes I know where the restaurant is. يبقى الطارق knows where the restaurant is, يعرف أين يكون المطعم. Go to the end of the road, روح نهاية الطريق. قال له okay. قال له it has very good شاورما, ويا عم المطعم ده فيه شاورما حلوة. Enjoy your lunch, استمتع. نيجي بعد كده على choose بيقول لي he lives in a
in the country. The country يعني الريف. With his family. طب هو هيعيش في ايه في الريف؟ في بارك ولا في سينما ولا في بوت حلة؟ لا لا لا، هيعيش في فارم هاوس، منزل ريفي. جيرافز الزرافات eat بتاكل the green a of the trees بتاعت الاشجار. طبعا the green leaves يعني leaves يعني اوراق الشجر. انا عاوز اعمل imperative او جملة امرية اقول له امشي على طول، يعني go straight on. الامر بيبدأ بفعل في المصدر. go straight on. امشي على طول، turn left، حاول يسار. The cinema is on your right. تلاقي السينما على يمينك. فعل في المصدر يعني فعل بدون اضافات، لكن goes going to go لا. She's looking after her babies. هي بتعتني بالبيبيهات. اوكي خلي بالك انا هجيب بعد الفعل. هي تعتني بالبيبيهات ازاي؟ carefully، بحرص. بعد كده بقولي طيب تعال نعمل matching. We use the elevator. بنستخدم المصعد اللي هو الاسانسير اكيد to go up علشان نطلع فوق. Egypt is in important country. مصر دولة مهمة. Everyone knows محمد. كل واحد عارف محمد. He is very famous. هو مشهور جدا. When we have a cold. احنا بيبقى عندنا برد. We should stay home. المفروض نقعد في البيت. هنا 4. القطعة بتقول لي in our perfect town. هو perfect هيسأل فيها أكيد. هو perfect يعني مثالي. There is a big zoo. تبقى جنينة حيوانات right next to the school. جنب المدرسة right مباشرة. We can go there every afternoon after classes. بنروح هناك كل ظهيرة بعد الحصص. We can help to feed the animals. وبنساعد في إطعام الحيوانات. It's really hot in our town. بس مدينتنا حر. So there is a water park. في ملاهي ملاهي مائية. That is always open. دايما مفتوحة. It's free to go on. ببلاش بقى تدخل ببلاش. There is a wonderful market. وفي سوق رائع. That sells all kinds of delicious food. ببيع كل أنواع الطعام اللذيذ. Like fresh bread. زي الخبز الطازج. And fresh fruit. والفاكهة الطازجة. And vegetables. والخضروات. There is a big park. توجد حديقة كبيرة. With lots of trees. بها كثير من الأشجار. So we can go for family picnics. ممكن بقى نطلع نزهات أسرية. In the shade. في الظل. There is a big E in our perfect town. في E كبيرة in our perfect town. في مدينتنا المثالية. طبعا there is a big zoo. طيب هو كلمة perfect. The underlined word perfect. كلمة perfect لا تعتقد means بتعني. طبعا لما اقول perfect اقصد ان هي مش crowded مش free مش busy. Excellent. الحاجة perfect مثالية تمام قوي ممتازة. Which place can you get in? ايه المكان اللي ممكن تدخله for free? The water park. الملاهي المائية اللي هي it's free to go in. يبقى the water park. ايه المكان اللي بتدخله ببلاش? The water park. الملاهي المائية. Describe the park which is mentioned in the text. اوصف البارك اللي ذكرت في النص. البارك مش الواتر بارك. يبقى there is a big park with lots of trees. حديقة كبيرة بها أشجار كتير. عايز تكمل وكده وصفتها. عايز تقول بقى so we can go for family picnics in the shade. ماشي بس هو لغاية هنا ده الأفضل. أنا وصفتها كده تمام. هنيجي على الترتيب. most popular the which is food. هتبقى which food is the most popular. طب هو ينفع اقول which is the most popular food. يعني في اجابتين. بص which food is the most popular. اي طعام من دول هو الاشهر الاكثر شهرة. وممكن تقول which is the most popular food. ده صح وده صح. Beans a villager sell to wanted his. A villager واحد قروي. Wanted أراد. أراد to sell أن يبيع his beans الفول بتاعه. Humans why are trees for important. Why are trees لماذا الشجر important for مهم لي
humans البشر. Why are trees important for humans? School play on Wednesdays football after. On Wednesdays you في أيام الأربع إيه اللي بيحصل؟ I play أنا بلعب بلعب إيه؟ بلعب play football بلعب كرة قدم. After school بعد المدرسة I play football after school. Have you been to the Netherlands؟ هل رحت هولندا قبل كده؟ طبعا ال H الكابيتال معمولة ولكن المفروض إن N Netherlands تكون كابيتال دولة هولندا. وفي الآخر هنا بقى question mark ليه؟ لأن أنا بادئ بفعل مساعد ولما ببدأ بفعل مساعد فبيكون معناه هل. Have you been to the Netherlands؟ هل رحت هولندا قبل كده؟ تعال نتكلم على الأزهر بارك. طب أنا هتكلم هكتب إيه؟ قال لك diary مدونة يعني هقول له dear diary. okay. diary مش مدونة diary مذكرات أو يوميات. dear diary مذكرتي العزيزة يومياتي العزيزة يومياتي الغالية. طيب picnic طبعا برضو مدونة معلق على إنها مدونة هي يوميات أو مذكرات. بكتب يوميات أو مذكرات بستخدم I بقى لازم تستخدم I أنا عملت أنا رحت هي بتبقى كده. picnic wonderful حاضر. I went to الأزهر park okay, today أنا رحت الأزهر park النهاردة. I had a great picnic. My mom, mama sat جلست in the shade في الظل. I played أنا لعبت football كرة قدم with طارق مع طارق in the playground في الفناء. okay in the playground. we ate our lunch أكلنا الغداء بتاعنا under trees تحت الأشجار. it was a wonderful time. ده بالنسبة للداري انتري اللي أنا كتبتها. خد سكرين شوت يا بطل ويلا بينا يا أبطال ننطلق لآخر امتحان النهاردة تيست 10. هيا بينا. الاستماع الامتحان العاشر فأول حاجة احنا هنتكلم على الدوجون اوكي اللي هو الأطم. فبيقول لي the dugong is a marine animal هو حيوان بحري. It lives all his life in the water. It eats grass بيأكل عشب from the seabed من قاع البحر. The dugong has got a lovely friendly face عنده وجه كده ودود وجميل. It's cute ولطيف. Its nickname واللقب بتاعه is a sea cow. طيب the dugong is a marine animal هو حيوان بحري true. طيب it lives all his life in water بيعيش حياته كلها في المية true برضو. طيب اللي جاية تطلع true هي كمان. It eats grass بياكل عشب from the seabed من قاع البحر تصدق طلع true برضو انه ينفع ينفع عادي المشكلة يعني كانت تلاتة طلع true حظنا بقى كده. اوكي الليزنينج التاني بيقول لي we live in a small يطارة we live in a small a. There is one white a in my bedroom I have a wooden a to study on it. هو ممكن الاخيرة تطلع ديسك يعني دي اللي انا متأكد منها. طيب نص الاستماع بيقول لي we live in a small apartment. طب استنى كده we live in a small apartment منعيش في شقة صغيرة لازم اكون حافظ apartment. it's comfortable and tidy I have a small bedroom there is one white bed in my bedroom but there is one white bed في سرير ابيض in my bedroom
I have a wooden desk to study on it. طلع زي ما انا قلت I have a wooden desk. انا عندي مقعد خشبي مكتب خشبي to study on it. There is a balcony in our apartment. You can see an amazing view from the balcony. كده نشوف الاستماع. شكرا جدا. نجيب بقى ورقة الاستماع كده وتعالى نشوف سؤال تشوز. بيقولي this new house, هذا المنزل الجديد is a, it's good for the environment, هو مناسب وكويس خالص للبيئة. يبقى البيت ده ecological. طيب the a lives on ice, بتعيش على التلج. it can swim, بيقدر يعوم. but it can't fly, بس ما بطرش برغم انه طائر على فكرة, هو البينجوين طبعا. يا ترى a there are ولا is, ما هو are there يا is there. لو انا بتكلم جمع هقول are there, لو بتكلم مفرد هقول is there. a shopping mall, مركز تسوق, مفرد يبقى is there a shopping mall near your home, هل يوجد مركز تسوق قريب من بيتك. how about معروفة بيجي بعدها فعل مضاف له ing, ف play لا played لا play اسف يبقى playing. how about playing, ماذا عن لعب video games, ده اقتراح. how about playing video games, فأنت ممكن تقولي that's a good idea, فكرة جميلة. Alexandria is, الإسكندرية بتكون. هقرأ العمود ده كله وهعرف إن هي an exciting place to visit, مكان مثير جدا تزوره. That plant has flowers, هذا النبات له زهور. And lots of green leaves, وكثير من الأوراق الخضراء. Millions of people, ملايين الناس visit Egypt, بيزوروا مصر every year, كل سنة. Salt water, المياه المالحة can also be called, ممكن تسمى أيضا sea water, مياه البحر. القطعة على العسل, honey isn't only a food, هو مش بس أكل. It is also used as a treatment, هو أيضا يستخدم كعلاج. For some injuries and illnesses, لبعض الإصابات والأمراض. In some countries, في بعض الدول, honey has been used by doctors, العسل يستخدم بواسطة الأطباء. For thousands of years, لآلاف السنين. It هو, يعني أكيد هيبقى العسل. It was first used to treat once, أول مرة استخدم فيها كان لعلاج الجروح. By Egyptian doctors. الكلام ده كان around 5,000 years ago, من حوالي 5,000 سنة. Recently, مؤخرا, scientists have tried to find out, العلماء حاولوا ان هم يعرفوا exactly بالضبط why honey is so good, ليه العسل جيد for healing wounds, لالتئام الجروح, and treating illnesses, وعلاج الأمراض. Scientists know that some types of honey, العلماء عارفين ان بعض انواع العسل contain things, تحتوي على اشياء that can help to kill bacteria, بتساعد في قتل البكتيريا. This helps wounds, وده بيساعد الجروح to heal. heal يا بابا يعني يلتئم more quickly, بشكل اسرع. You must be careful, برضو لازم تخلي بالك. However, the honey that doctors use, العسل الدكاترة بيستخدموه is a special honey, هو عسل خاص. Only that is safe to use as a treatment, آمن بس إنه يستخدم كعلاج. طيب هنا بيقول لي the underlined pronoun at, الضمير at refers to, إحنا قلنا الهاني العسل. طب honey is used as a treatment, العسل يستخدم كعلاج for some طبعا injuries, بعض الإصابات. طيب what do scientists know about honey, هم العلماء عارفين إيه عن العسل. Scientists know that some types of honey contain things that can help to kill bacteria. إن العسل فيه بعض أو فيه أشياء بتساعد على قتل البكتيريا. هنا number three اللي هتتشال كده وتتكتب هنا. Summarize, لخص. لخص إيه بقى؟ The first paragraph ده. الباراجراف الأول ده. In one sentence, في جملة. تعال كده نفتكر الباراجراف الأول. اللي كان بيقول لي ان العسل مش بس اكل, it is also used as a treatment for some injuries and illnesses. In some countries, honey has been used by doctors for thousands of years. It was first used to treat wounds by Egyptian doctors around 5,000 years ago. Recently, scientists have tried to find out exactly why honey is so good for healing wounds and treating illnesses. بص, هو ملخص الفقرة دي
هاني از يوزد از ا تريتمنت، العسل يستخدم كعلاج. اوكي هاني العسل از يوزد از ا تريتمنت، يستخدم كعلاج. هاني از يوزد از ا تريتمنت. الترتيب a movie on TV. How about watching tonight? Yeah, طيب how about watching? How about يجي بعدها ing. طب مشاهدة ايه؟ How about watching a movie؟ ماذا عن مشاهدة فيلم؟ طب انا هشوف الفيلم on TV في التلفزيون. امتى؟ tonight. الزمن في الاخر خالص. How about watching a movie on TV tonight? Likes new my apartment their brother. طيب my brother اخي، ماله اخي؟ likes بيحب، بيحب ايه؟ the new apartment الشقة الجديدة. my brother likes the new apartment. hurt he back his he hurt هو اصاب his back ظهره he hurt his back. day you enjoy the most which would يبقى which the most day ايه اكتر يوم would you enjoy استمتعت بيه. تاني which the most day ايه اكتر يوم would you enjoy انت استمتعت بي. طيب نيجي للpunctuation. بيقول لي I cut my knee last week، انا جرحت ركبتي الاسبوع اللي فات. انا هبدأ بكابيتال letter بالاي. وكت عادية ماي عادية ني عادية last week عادية كله في الاخر عادي لكن في الستوب ليه؟ انا ما اسألش، انا بقولك انا جرحت ركبتي الاسبوع اللي فات. طلب مني ايميل من 40 كلمة على a wonderful day، يبقى السبجكت الموضوع a wonderful day يوم رائع. وبيقول لي your name is Sarah، اسمك سارة، your email address وإيميلك هو sara@yahoo.com. طب صديقتي your name your friend's name is Hala and her email address is hala@yahoo.com. يبقى from من مني أنا اللي هو أنا دلوقتي صغيرة، يبقى sara@yahoo.com. طيب to إلى صديقتي هي Hala hala@yahoo.com. طب هاجي هنا واكتب دير عزيزتي، عزيزتي هالة، دير هالة. مقدمة خفيفة كده how are you ازيك. I want to tell you about a wonderful day، اريد ان اخبرك عن يوم رائع. I want to tell you، اريد ان اخبرك about عن a wonderful day، يوم رائع. ممكن اقول لها I had قضيته a wonderful day I had. هو راجل مديني where did you spend the day، انت قضيته فين اليوم ده. what could you do there، وقدرت تعمل ايه هناك. حاضر. last Friday الجمعة اللي فاتت I went to Alexandria، رحت اسكندرية. مركز قوي على اسكندرية، في حاجات كتيرة تتقال هناك وموضوع سهل كده. I went to Alexandria، رحت اسكندريه. I went with my family، رحت مع اسرتي. by car، بالسياره. we went، ذهبنا to the beach، الى الشاطئ. عملت ايه بقى هناك؟ I swam، سبحت. in the sea، في البحر. I played، لعبت. with the sand، الرمل. كده حلو قوي. خلصت مثلا سي، اختم بسي سون. bye for now، love، best wishes. اي عبارة اختم بيها وليكن مثلا love مع حبي، واكتب اسمي او yours برضو ممكن اكتبها. طيب انا اسمي سارة، يبقى سارة ده برضو يا بطل الايميل، خد سكرين شوت لي. بحبك جدا. هو تبقى جزء واحد بس، برضو هنحل فيه خمس امتحانات، يبقى كده احنا خلصنا كل حاجة وعملنا ملف المتميز حليناه، وملف المعاصر كمان اللي نزل على النت ده حليناه. ف
انا بحبك والله العظيم، بشكرك جدا انك وصلت لنص في الفيديو. ثانك يو فور واتشينج، شكرا للمشاهده، ما تنساش اللايك الجميله منك، بحبك جدا 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 جدا، وبكل اسف خلاص سلام، جود باي.